بنقف معاكم جميعا وبنحتفل باليوم العالمي للتوحد، على الرغم ان النهارده يوم بدأ صباحا بحادث ارهابي غاشم على جنودنا في الشيخ زويد في شمال سيناء. لكن احنا بنقول ان هذا الحادث الارهابي مش هيعوقنا ومش هيمنعنا ان الحياة تستمر، ونقف مع ابنائنا ومع اسرنا والامهات والاباء اللي هم قدر ليهم ان هم يكون عندهم طفل يعاني من التوحد. وبنقول ان احنا بننور الهرم باللون الازرق، اللون المحبب لمن يعاني من مرض التوحد، عشان نقول ان احنا مصر كبيرة كانت وهتفضل دايما كبيرة، وعمر ما في حاجة هتعطلنا ابدا ان احنا نقف ونحتفل ونسبورت وندعم الاسر وابنائنا اللي بيعانوا من التوحد. اليوم ده احنا بننتهز الفرصة كوزارة الصحة، انا ما طلبت مني مدام داليا ومدام انجي ان انا اكون متواجد معهم في الاحتفال ده، يعني انا لم اتردد لحظة، بل على العكس طلبت منهم ان احنا نعرف اكتر عن نشاط الجمعية المصرية للأوتيزم، وان احنا نبقى سبورتيف على قد ما نقدر، مش انا لوحدي، انا وكل زملائي. عشان كده انا برحب بيهم كلهم اللي هم استجابوا للدعوة وحضروا معنا هذا الاحتفال، ابتداء من الزميلة العزيزة وزيرة التضامن الاجتماعي، وزيرة القوى العاملة، سيد محافظ الجيزة، السادة الزملاء الأعزاء ممثل وزارة الداخلية، والدكتور عيد طويل ممثل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، الدكتور هشام أنديل رئيس المجلس القومي لشؤون الأعاقة. عايز أقول لحضراتكم احنا انتهزنا الفرصة ان احنا نقدم مبادرة بسيطة جدا. قوام هذه المبادرة أساسا اللي اسمها سوا نقدر، يمكن تشوفوها، ان احنا نعمل بروح الفريق عشان نقدم كل دعم مطلوب لمن يعاني من إعاقة أيا كانت نوع الإعاقة. إحنا علينا في وزارة الصحة مسؤولية إن إحنا الكشف المبكر، لابد إن إحنا ندعم الأسر وندعم الأباء والأمهات في طرق الكشف المبكر، لابد إن يكون في عيادات متوفرة في كل المحافظات مصر 27 محافظة للكشف المبكر وتقديم الدعم الوقائي والدعم العلاجي لمن يعاني من أي نوع من أنواع الإعاقة. إحنا بنحتاج دعم في الاكتشاف المبكر، بنحتاج دعم وقائي علاجي تأهيلي ومؤكد دعم نفسي، وبنستعين طبعا بالمتخصصين في الدمج الطبيعي لمن يعاني من الإعاقة. فإحنا بننتهز هذه الفرصة وبندعو كل الشركاء الداعمين من وزارة التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الإسكان، الاتصالات، ومؤكد كل ده تحت مظلة المجلس القومي لشؤون الإعاقة. لابد أن يكون مصر الجديدة ليها فكر جديد، ليها رؤية مختلفة، ليها دعم مختلف لمن يعاني من إعاقة أيا كان نوع الإعاقة. لابد نقول أن مصر ارتفع الرانك بتاعها وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة. احنا مش احنا دول متقدمة، واول علامة بتدل على هذا ازاي احنا بنحترم حقوق من يعاني من اعاقة. انا اللي بقوله ان انا ساعات برفض كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة، اقول بالعكس في سبيشال ابيلتيز، هما ليهم قدرات خاصة. فاسمحوا لي نحيي كل من له قدرات خاصة، ونحيي الاباء والامهات اللي هم لديهم حد بيعاني من قدرات الخاصة. بشكركم وبتمنى لكم جميعا كل التوفيق ان شاء الله.